أخوكم مهندس أسامة أبو زيد، أعمل حاليا في مشروع الري في سهل الروج. مشروع الري في سهل الروج يتألف من محطة عين الزرقاء، بالإضافة لمحطة البالعة، محطة التاسعة، محطة أبسليا، بالإضافة إلى آبار عدوان في القسم الشرقي من هذا المشروع. هذا المشروع مساحته تبلغ 10500 هكتار إلى 11000 هكتار. كان يعتمد سابقا على محطة عين الزرقاء في الضخ لوجود مضخات تعمل على توتر 6 كيلو فولت. سد البلعة هو سد سعته التخزيني 14 مليون متر مكعب، لكن بسبب عدم إجراء الصيانة الدوري من قبل النظام تم تخفيض نسبة المياه في هذا السد من 14 مليون إلى 8 مليون متر مكعب. نعمل حاليا إن شاء الله من قبل مؤسسة الإدارة المدنية للخدمات على إيصال التوتر وإعادة تفعيل هذه المحطات، بغيت الاستفادة من هذا المشروع علما أن هذا المشروع يعتبر سلي غذائي لمحافظة إدلب بشكل كامل من الزراعات المروية من بندورة وباذنجان وغيرها. وجزاكم الله.